سلام بنات، من تكونوا بخير وعلى خير واموركم هنيه، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم نتوما والوالدين ديالكم العائله ديالكم الناس اللي كتبغيوهم كاملين ان شاء الله يا ربي. نتمنى تكونوا كاملين بكم في صحه جيده. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. اليوم نهار جديد، اليوم اللي غادي نشارك معكم الطريقه ديالي قبل التقضيه، قبل ما كانت قضى التقضيه ديال الشهر. فانا كنقول نشوف شنو كاين في البلاكاري، شنو نقصني، وهيدا كنظف في البلاكاريز ديالي. فغادي نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنظم البلاكاريز ديالي، ونظمتهم صراحه ما خسرت حتى شي اورو بحال اللي كنقولوا. فخليكم معايا. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن إذن به شوقا يرتل في حزن انتبهت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا، حتى أوسعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته، فإن غفرت فما أحلى وأجمله. ونينا يا بنات، هادشي هذا صراحه لقطني، كانوا باقي لي في الدار كما قلت لكم. يعني انا كان من يعني تقضيه كبيره بعد شهوره، يعني كان باقي لي الحميص، كان باقي لي البيصر. فهادشي هذا يعني ما غاديش نشري القطني، ما غاديش نشري بزاف ديال الحاجات. يعني هيدا كنعمل انا تنظيم ديال البلاكار ديالي، باش كنعمل واحد الورقه باش مي كنكون هيدا مش نتاخر، كنعرف راسي شنو ناقصني، شنو خصني نجيب، باش ما كنبقاش غير كنهز وكنجيب. بالنسبه البنات، لهاد القرعات اللي كتشوفوني يعني كنظم فيهم التقضيه ديالي، فهاد القرعات البنات ما شريتهمش صراحه الله. كما كنقول دائما من ابسط الاشياء نقدروا نعدلوا واحد الحاجه اللي هي مزيونه. فهادو كنت كنشري فيهم الزيتون من عند الخضر، وبقيت كنجمعهم تجمعت واحد الكميه اللي هي كبيره، فنظمت بهم بلاكار ديالي. صراحه الله جاوا مزيونين وراضيه بهم. يعني ماشي ضروري اننا نتكلفوا على راسنا ونشريو شي حاجه غاليه باش اننا نتولوا المطبخ ديالنا ولا الدار ديالنا. يعني بأفكار بسيطة نقدروا نعملوا شي حاجة اللي هي يعني مزيونة. هنا يا بنات، هاد الميكا كنت شريتها من السوق، قلت غادي نفرشها باش هيدا ما يبقاش شي بلاكار ديالي يعني كيتوسخ الميكا، بقى نزل فيه داكشي. فهاد الميكا بقى غير نهزها ونصبنها صافي، يعني ما غاديش نجبر معها صعوبة. هنا غادي نسد في هذيك الرديمات كيف ما كتلاحظوا، يعني مسحتهم كاملين بيهم، يعني جاوني فحال بعطيتهم. ها هو البلاكار ديالي البنات من بعد ما نظمته. كما قلت لكم يعني هادو ما شريتهمش صراحه الله. هاد القراعي كنت فيما كنشري الزيتون كنخبعهم فيما كنشري الزيتون، يعني طاحت عليا الفكره انني نظم بهم البلاكار ديالي، حيت كانوا عندي اربعه، يعني واحد الشكل كنت جبته معايا من المغرب، فجاوني يعني غادي يجي بلاكار فيه بزاف ديال الوانات. فملي جبرت هادو كنجيب بهم الزيتون، قلت علاش اللي ما نظمش هيدا بهم البلاكار ديالي. صافي يعني جاوا مزيونين. وهادي عاوتاني جا اخر ديال البلاكار اللي كنعمل فيها لقامه، كنعمل فيها ديك لقامه اللي كتكون عندي زايده حتى هاد الرديمات البنات اللي عامله فيهم لقامه، فهما ما يعني ما شريتهمش.
سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يراتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل، يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سنائي هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزر. هنا يا بناتي حتى هي عملت لها ديك البلاستيكه كما كتلاحظوا البنات، هادو الرطايم عاود اللي كتجي فيهم طوماطي فريتو، يعني كانوا عندهم الغلالق في حبه عطيتهم فخبعتهم، كنمل فيهم مائده لقمه اللي كتكون عندي زايده، وشريت داك المنظمات كنمل فيهم داك القريعه ديال الربيع وديال الثومه، وعندي تما قريعات صغارين ديال السانوج. مهم هي تنظموا بلاكار ديالكم بابسط الاشياء. وهنايا قلت البنات البلاصه اللي كيكون فيها عندي مواد التنظيف حتى هي غادي نركنها، وغادي نشوف شنو نقصني منها. هذا بنات صراحه بغيت نشاركو معكم، هذا كيزول مانشاز ديال الحوايج، كيزول مانشاز من كنابي من المخايط، مانشاز ديال الزيت ديال الشوكولات ديال كلشي، كيتباع في ميركادونا صراحه. هاد لاكات رشوه كتخليوها شويه يعني كيزول حتى مانشاز ديال الزيت. وهذا ديال اللح كترشو على اللح وكتمسحو كيرجع صراحه الله غزال كيبرق، حتى هو من ميركادونا. هذا هو اللي كنمسح به الغبره بنات ديال اللح، حتى هو من ميركادونا. انا يعني بغيت نشارك معكم غير لي برودويس اللي عندي. فالميكا كما كتشوفوا ما غاديش نشريها، وهذا الصابون هذا ديال البيبي تكون شاركته معكم فحتى هو ما غاديش نشريها هذا الشهر. هذا ها هو بلاكار ديالي البنات من بعد ما نظمته. فهاد الشلاله هادي البنات كان من الحليفات هيدا اللي كيكونوا عندي زايدين، فانا خصصت هاد الجهه حيت كيطلع ديك الطوبو اللي كيطلع يعني دخان وداكشي للسطح، فهو اللي استعملته باش عملت فيه ديك مواد التنظيف. ايوا من بعد ملي ساليت بلاكاريس غادي نقوز باش غادي نمسح اللورنيه كما كتشوفوا، عملت لها كينتا كراسا هي وبوطا، المهم كامله غادي نمسحها اليوم. يعني قلت غادي ننظف شويه المطبخ، يعني غادي ننظفو ديك بلاصه بنات اللي شفتوني غسلتها، فغادي نعمل فيها هذا المرفع كنطحلي حيت انا ما خصنيش نتقب الزليج، حيت الا ما بغيتش نعلق الحاجه فغادي يبقى الزليج متقب. وكما عارفين يعني الديور ذكرى، يعني ما خصنيش نخسر شي حاجه مول الدار، فكنلصق غير داكشي ديال التينوس كنطحلي. دابا هاك حنا عليه الله نعلقو يعني عملت له ديك العلاقات اللي كيتباعوا عند التينو ولصقتهم بكولا، نتمنى من الله يزيدوا يطولوا معايا اكثر، حيت شفت ولا نزلت القراعد اللي قامه فوق اللورنيه، فغادي يديو لي هيدا التيسع. قلت نعلقهم حسن يعني ملي كنعلقهم كيعطوني التيسع فوق اللورنيه. عملت لهم داك اللي بغى يعني كيفاش كنلصقهم، يعني كنعمل هادوك وكنعمل لهم كولا وكنلصق بهم كما كتشوفوا عندي معلقين بهم حتى داك شي ديال الحلويات سباتولا والفوي وديك المغرفه ديال لاكلاص وكل شيء. صافي دابا هنايا كل شيء مسحته بكينتا كراسا باش غادي نجوز للجهه اخرى باش غادي نمسحها. دابا قلت غادي نزبق نوجد الغدا، قلت غادي نعدل السكسو، كنت مع ولاش عليه ولكن في اخر لحظه قررت انني نعدل السكسو واخا ما كانش عندي متوفره السخره ديالو.
المهم هي المهم هي النتيجه النهائيه، انا غادي نزبق الحميص، كان عندي مشيه غادي نزبق نعمله في كوكوط يصفر عادك، باش غادي نضيفه نبصالو الزبيب، فكيعجبني بصالو الزبيب مع الحميص كيجي مزيون. انا ما عنديش ديك الكسكاس ديال الطنجره دي الساعه، وما عنديش صراحه لا جوج طنجرات ديال الساعه، يعني خصني نطيب الحميص ونحيدو عاد كده باش نعمل الخضيرات تطيب مع الجداد وداكشي، فغادي نعدلو بالجداد اولا الدجاج. اليوم عملت تما شويه ديال السكنجبير عادي، القمه عاديه، وشويه ديال الخرقوم والابزار تقادلي، فغادي نطحنو شويه ديال الابزار. صراحه تيقوني الابزار تشريوه حبوا طحنوه على يداكم، يعني كيكون احسن من اننا نشريوه مطحون. صراحه انا كنشريه حبوب وكنخليه كل مره كنبقى نطحن منه، كنعملو فوق بوطه يسخن شويه فوق شي قشعه ولا شي حاجه، يعني كنعملو يسخن. من بعد ما رجعت داك الحميص قلت غادي ننتهز الفرصه وغادي نجوز لهاد الجهه هادي، هاد القريعات عندي فيهم الراند وكاوزه، المهم عندي فيهم السودانيات، هاد الجهه هادي قلت غادي نمسحها. كما كتشوفوا تا هما عندي معلقين بديك العلاقه ديال التشينوس، كانوا عندي منزلين فوق اللورنيه فكانوا كيديو لي اتساع، فقلت نعمل لهم هذيك العلاقات احسن ما انهم يبقاو منزلين فوق اللورنيه. ها هي ديك الفلفله السودانيه، يعني هذه كنت يبستها مي كنت في المغرب، وعندي الراند وعندي تما جوزات عملتهم في ديك الجهه هذيك الطاولي مندر وخبعتيهم هادشي هذا، وتما عندي شويه ديال الربيع مع الثومه والصح ترمي كنبغي نعملو في شي حاجه، فعملتهم تا هما تما. قلت علاش لا ما نمسحش اليوم يعني كوزينه كامله الجهات التحتانيه كامله باش نحيد عليا ملي جبرت، يعني عندي الوقت زايد، نحاولوا دائما يكون عندنا الوقت زايد يعني نحيدوا علينا هذا الشغل ونعملوا التنظيف العميق من بعد الاماكن، المطبخ مثلا، الصالون، كل مره نحيدوا علينا حاجه باش هذا يعني ما كيجيناش الشغل صعيب. يعني هنا كان يوم السبت، يعني قلت نهدكم هذيك، عندي ديك القريعه ديال الزاج عامله فيها كبسوله ديال الماكينه فعملاهم حداها باش كيجيوني عيد قراب من اللي كنبغي نستعملهم صافي. وعندي تما ديك القريعه ديال الملحه والكيمون وهاد المغرفه اللي كيجيو ديكور هيدا. صافي هي من بعد ما مسحتها صراحه ما كايناش فحال التنظيم والترتيب والنقاوه. تما ديك الميكا عملتها على لابادو راحت جات حدا لافابو كنخاف تتفزق. هنايا بنات هذا هو اللي بزر، يعني عملته يسخن حدا بوطه باش غادي نطحنو. هنايا قلت مباشره من بعد ما مسحت ديك الجهه غادي نعمل بصيله، يعني فحال اللي كنقول نضرب عصفورين بحجر واحد، يعني انا كنمسح الكوزينه وانا كنوجد الغدا. هو بنات هذاك الابزار نحاول ما نكثرش منه حيت ملي كيكون مطحون على اليد كيكون حار الصراحه. صافي باش غادي نرجع ديك بصله وزبيب، يعني طريقه السكسو العاديه، كلشي كيعرف يعدل السكسو. انا اليوم يعني عدلته، انا قلت لكم يعني لبقت بهذاك الشيء اللي عندي، يعني ماشي ضروري كما كنقول لكم انا نخرج ونتاخر، عندي هذه ناقصه نجيبها، عندي هذه ناقصه نجيبها، لا، كان باقي لي النص ديال القرعه خضراء، كان باقي لي واحد اللفت كانت عندي الجعده. صافي هما اللي غادي غادي بيهم وغادي نعدل السكسو. الجداد كانوا باقا لي عاود شويه، يعني هادي اخر بحال اللي كنقولوا قرعه، يعني هادي اخر ميكا ديال الجداد اللي كانت باقا لي اولا الدجاج اللي كانت باقا لي في كونخيلادور، فغادي نعدل بها اليوم الكسكس. صافي هنايا ديك بصيله زدت عليها الزبيبه هي كتعرق، وعملت سكسو يبخر طريقه سكسو عاديه. هنا عندي الخضره كطيب، وهنا عندي القريعه والحمص من بعد ما صفرت عليه حتى غادي نعملو يتعسل. دابا نشارك معكم الطريقه كيفاش كنعسل انا البصله والزبيب. صافي من بعد ما كطيب داك الزبيب غادي نزيد عليهم قرعه حمراء من بعد ما طيبتها، كنمعسها شويش صراحه كيجي مزيون بقرعه حمراء ملي كنزيدوها على البصله والزبيب. وغادي نزيد عليهم داك الحمص وصافي. غادي نعمل لهم طريقه عاديه ديال
ديال البصله والزبيب، وغنعملهم شويه ديال القرفه وشويه ديال السكر. يعني انا غير بغيت نشارك معكم الانهيار ديالي ونشارك معكم حتى الغديوه ديالي. صافي غادي نعمل لهم شويه ديال السكر وشويه ديال القرفه. انا كثرت صراحه الله كثرت البصله والزبيب والحمص، حيت ولادي كتعجبهم وتزوج ديالي يعني كيعجبو ياكل سكس يكون فيه بصل وزبيب زايد. فكما كتشوفوا يعني واخا ما نعملش الخضره يعني الدنيا هانيه يعني كيعجبهم هادشي هذا. ها هو السكس ديالي البنات من بعد ما وجد. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون كنت خفيفه على القلوب ديالكم. ما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم، لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم هما اللي كيشجعوني انني نعطي اكثر. والناس اللي عاد كنضموا للقناه ديالي جديدين فكنقول لكم مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.